السلام عليكم دكتور، كان دكتور على اليوتيوب جايب لي الفيديو. يا ريتك دلوقتي انت بتشوف الفيديو اضغط لايك يعني، واشترك في القناه يعني، زر الاشتراك مش بعض ولا يعمل اي حاجه، اضغط بس اشتراك عشان بس تدعمني وانزل فيديوهات كل يوم بدل ما انزل فيديو كل اسبوع. وعنوان الفيديو ده كان عرض عسكري مخيف للجيش المصري جانب الفيديو. يعني تشترك في القناه واضغط لايك والله نبدا الفيديو. بدانا الفيديو. قوات الصاعقه المصريه استعراض مخيف. يقولك فداء مصر قوة ضاربة، يعني شدون طلبة لسه متخرجين بعد 4 سنين تدريب كليات الحربية الصاعقة سلاح الصاعقة تدريبات مرة قاسية. نزلت فيديو تدريبات القوات الصاعقة المصرية على القناة عندي، خش شوفوا. كلنا جيش واحد للقوات الصاعقة. شوف تدريبات في منتهى القصوى، عزيمة فداء. شوف تدريبات ده عدل العسكري، ده عدل العسكري. اما التدريبات هننزل فيديو على القناة. واو تدريبات عارف منتهى الاناقة كل القوات كل العضلات. يعني هذا جسم قوي، يقدروا يكون فيها جسم قوي وبنية حلوة. شوف انتوا فوق الشعلة، خش نط فوق العربية ورمى قنبلة على طول. رئيس الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. ده عرض الإعلام، عرض الإعلام. شوف الطلبة عاملين ازاي، شوف الطلبة عاملين ازاي. داشين ماسكين السيوف في منتهى الأناقة والفخر. لكن مش مصر للطلبة، جميع القوات. بيعملوا ازاي؟ يعني التدريبات ديت اللي بيعملوها في الصالة ديت بيتدربوا عليها مدة 4 سنين. تدريبات مرة قاسية. نتكلم من يريد أن يعلم أن معين هذه الأمة. بدهم رسالة وكده على الدبابات والمدرعات والدفاع الجوي. ما دام لديها رجال الرادار المتحرك. فكلما صعد لا في بطاريات الصواريخ إلى السماء جادت الأرض بألف غيره. قسم في الاشتراك ناصر 1000 مشترك، وضغط لايك ناصر 4 نقاط، ومع السلامة.